بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام. داينامكس النهارده ليكتشر نمبر 22 و 1st of April 2021. اليوم ان شاء الله تعالى نبدا مع بعض الشابتر 19، وده هيكون اخر شابتر في الكورس باذن الله. وبنتكلم فيه عن مومنتوم اند امبلس او امبلس اند مومنتوم. في البدايه خدنا طبعا في شابتر كان شابتر 15 بتكلمنا فيه عن الامبلس والمومنتم للبادي او الريجيد بادي في حاله اتكلمنا على البارتكل. هنا النهارده هنتكلم على ريجيد بادي. فبقول ان الريجيد بوديز الموشن بتاعته ريجيد بادي موشن، ولو لاحظتوا احنا في الداينامكس بنتكلم على ريجيد بادي دايما. لو عملت التشكيله او التوزيع اللي على السبوره دي ان هي بتكلم على الموشن بتاعته، لان هو بيتصنف اكوردنج للموشن الى اما تكون موشن عباره عن ترانزليشن، اوكي، او يكون روتيشن اباوت فيكسد اكسس، روتيشن اباوت فيكسد اكسس، او يكون بتحرك اللي احنا متعودين عليها اللي هو الاثنين مع بعض اللي هي جنرال بلانر موشن. بلانر موشن اللي بنختصرها بنقول عليها جي بي ام. طيب كلمه الامبلس او سوري الفيرست اللي هو المومنتم بيكون عبارة، لو الحركة عندي translation بيكون عندي منها حاجة بنسميها linear momentum. وبنرمز له بالرمز L، وبيكون عبارة عن الماس مضروبة في الفيلوسيتي للسنتر بوينت بتاعتي او للماس سنتر اللي هي بوينت جي، وده بتكون قيمة متجهة بمعنى ممكن يكون بوزيتيف أو ممكن يكون نيجاتيف. فبالتالي طالما قيمة ولها دايركشن بوزيتيف أو نيجاتيف فبتكون قيم متجهة. اختصارا لها اللي هو السكيلر فاليو أو السكيل فاليو بتاعتي إن هي بتساوي الإم في الفي. الإم في الفي. ده السكيلر فورم. طبعا ده لو كان الجسم بيتحرك حركه ترانزليشن زي سياره بتتحرك زي طياره بتتحرك في خط مستقيم او كيرف لينير موشن. وكلمه المومنتم خدناها اللي احنا خدناها قبل كده بنسميها زخم، خدناها في السنوات دراسه في الثانوي نسميها زخم، او سام تايمز بنسميها اللي هو كميه الحركه. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على السرعة والكتلة، ده اساسي. ولذلك كل ما بتزيد الكتلة حتى لو السرعة قليلة بتلاقي في انرجي عالية او في زخم عالي. هذا الزخم قادر ان هو يا اما يحرك الجسم مسافة اطول، او ان هو لو دخل مثلا في سبورت او شيء ينقل كل هذا الزخم يتنقل الى دامج داخل الجسم. الأسبوع الماضي لو تفتكروا كان في عندنا في قناة السويس باخرة كبيرة جدا الكتلة بتاعتها حوالي 400,000 طن، كتلة الباخرة مع الحمولة بتاعتها. الباخرة جنحت، بيسموها جنحت، إن هي بدل ما كانت ماشية سيدة انحرفت لليمين، أو انحرفت كان تقريبا الانحراف بتاعها ناحية
اليمين فعلا، وهي راح طالعه للشمال انحرفت يمينا في اتجاه سين. طيب هي باخره وبتكون سرعتها قليله، يعني لو جيت تشوف سرعه السفن مش هتلاقي السرعه، مش هتبقى مثلا داخل القناه بتبقى حوالي مثلا 14 كيلو في الساعه، 20 كيلو في الساعه، في رينج قليل، ولكن نظرا للكتله الكبيره بتاعتها فكان عندها مومنتم عالي. فلما انحرفت دخلت في الشط، حق القناه دخلت في الشط بعمق 8 متر 8 متر، يعني تخيل كده المقدمه بتاعت السفينه اللي هي اللي تحت دخلت في الرمله وفي الطين بعمق 8 متر، وما طلعت الا لما فرغوا المنطقه من حواليها وبداوا يشدوها والحمد لله. بس قعد في الموضوع ده حوالي اسبوع، فده كان نتيجه ان هي مومنتم فيها. طبعا استحاله يكون الابطان هو متعمد يعني دور السفينه ودخل قاعد يدفع فيها، لا، وانس ان هي انحرفت منه مؤكد انه بطل المحركات او عكس اتجاه دوران الرفاصات، ولكن المومنتم بتاعها كان اعلى من ان هو يقدر يتحكم فيها كابطان، فمشت دخلت في الشط. المهم، فده اللي هو بنسميه لينير مومنتم، طالما الجسم بيتحرك ترانزليشن. طيب روتيشن اباوت فيكسد اكسس بنقول فيه هنا المومنتم اللي عندي اسمه انجلر مومنتم، وبنرمز ليه بالرمز اتش كابيتال، بيساوي في حاله الترانزليشن باخد الام، في حاله الروتيشن دايما عود نفسك كده اللي يناظر ليها الاي اللي هي المومنت اوف انرشيا عند البوينت او ومضروبه في اوميجا. طبعا دي كلها فيكتورز، بس مش هكتب الفيكتورز او خلينا نعملها فيكتور، وبلون تاني اكتب اللي احنا نستخدمه الاكشوال كالكوليشنز اللي هي السكيلر فاليو اللي هي دي. اوكي، ونفس الكلام مش المجموعه دي كده. ال بتساوي الماس تايمز في. طيب الاو اللي عندي هنا في المعادله دي اللي هي center of rotation، ال O is the center of rotation. هضيف هنا جزئية انزل ده لتحت شوية. ايضا ال H عند الاو بيساوي قانون تاني ممكن نستخدمه، الاي عند الجي مضروبه في الاوميجا مضاف عليها الام في الفي جي. هذا القانون لو احتجناه بعض المسائل نعوض بيه، مش هعمل عليها هايلايتنج عشان ما تفتكروش ان هو مهم، الاهم عندي اللي هو اللي فوق بس. هذا بقول لو هحسب، لو هستخدم الاي عند الجي يبقى لازم اخد اللي هي الام في الفي جي اللي هي بنسميها اللينير مومنتم للسنتر اوف ماس، يعني الجسم بيتحرك لو هذا الجسم اسيوم حاجه بهذا الشكل ودي النقطه او ودي النقطه جي، لو انا محتاج احسب الاي او سوري الاتش عند البوينت او فبقول لو الجسم بيدور كده دي اوميجا، يبقى عندي هنا كده في حاجه اسمها الام او الفي جي اللي هي بتساوي اوميجا تايمز ار، والار اللي هي الديستنس دي. بالاضافه لكده في عندي مومنتم تاني اللي هي الاي جي تايمز اوميجا. فلما نيجي نحسب، لو هحسب القانون اللي تحت اخد الاي للجي عند الجي تايمز اوميجا بلس الام في الفي جي، يبقى يجيب لي التوتال مومنتم لو في عندي روتيشن اباوت سنتر بوينت. القانون اللي فوق يدي نفس النتيجه، ولكن هنا بدل ما بحسب فوق، بدل ما احسب الاي عند البوينت جي انا باخد الاي عند البوينت او. طيب القانون الثالث اللي هي لو الحركه عندي كانت جنرال بلان موشن، فهنا بيكون عندي انجولر مومنتم
القانون بتاعه بيقول ان الاتش بيساوي الاي تايمز اوميجا. اتش عند مين؟ اتش عند الاي سي اللي هو الانستنتينيوس سنتر، بتساوي الاي عند الاي سي تايمز اوميجا. لو هنعبر عن نفس الاتش باستخدام الاي جي، يبقى الاتش عند الاي سي بيساوي الاي عند الجي تايمز اوميجا بلس الام في الفي جي. وهنا الفي جي بتساوي الاوميجا مضروبه في المسافه ما بين الجي والاي سي. هنا الفي جي بتساوي الاوميجا في الار ما بين مين؟ ما بين الاو او ما بين الجي والاو. دول صور القوانين اللي اقدر من خلالهم اقدر احسب المومنتم اوف ريجيد بودي، سواء كان بيتحرك ترانزليشن او بيتحرك روتيشن او بيتحرك جنرال بلانر موشن. بس انا محتاج ان انا عشان خاطر احسب صح اعرف الجسم اللي عندي بيتحرك تحت تاثير اي واحد فيهم. تعالوا نشوف اول سؤال ما عندنا او اول اكزامبل. بيقول at a given instant the 5 kilogram cylinder bar has the motion shown in the figure below. الشكل ده بيتحرك بان هو البوينت او بتتحرك، البوينت اي بتتحرك داونورد بسرعه بتساوي 2 متر بير سكند. بيقول determine the angular momentum about point G and about point C. يبقى اللي هو عايزه مني ان انا احسب ال H عند ال point G بتساوي كام، وال H عند ال point IC بتساوي كام. اول سؤال هسأله، الجسم اللي عندي ده بيتحرك حركة translation ولا rotation ولا general planar motion؟ فكر فيه كده. النقطة اللي اسمها G بتتحرك بتنزل من مكانها، وفي نفس الوقت الرد ده بدل ما بيكون كده بيبقى كده بيبقى كده بيبقى كده. فلو جيت تبص هتلاقي كما لو كان بيتحرك حركة rotation at the same time، يبقى الجي بوينت بتتحرك vertical، كان مكانها فوق بقى مكانها هنا بقى مكانها تحت، وفي نفس الوقت الرد كله عليه أوميجا. فبالتالي دي بنسميها general planar motion. يبقى the motion ده رد، كان مسمينه هو رد برضو بار moves general planar motion. طيب general planar motion علشان احسبها، لو هحسب ال H عند ال G فهي هتساوي ال I عند ال G times omega. ده هنا بتساوي ال I عند ال G times omega. طب وده I عند ال I C times omega. ففي كلتا الحالتين انا محتاج اعرف قيمه اوميجا بتساوي كام. علشان اعرف قيمه اوميجا هستخدم، طبعا هو طالب الاتش عند الجي والاتش عند الاي سي، فيبقى عندك فيرست ستيب ان انت تحدد فين البوينت اللي اسمها اي سي اللي هي انستنتينيوس سنتر. بنحددها ازاي؟ باجي عند طرفين الرد بتاعي وبشوف اتجاه الحركه عند هذه او اتجاه الفيلوسيتي عند هذه البوينتس. البوينت A بتتحرك فيرتيكال او مراسم عليها خط عمودي على اتجاهها بالشكل ده، يبقى هذا الخط عمودي على ال VA.
تمام. طيب البوينت بي بتتحرك شنو؟ بتتحرك هوريزونتال لانها ملامسه للسطح، فيبقى العمودي عليها، ارسم عمودي عليها بهذا الشكل، هذا الخط عمودي على perpendicular to VB. تقاطع الخطين اللي هي النقطة دي، هي دي النقطة اللي اسمها IC، تمام. طيب البعد اللي عندي ده بيساوي كام؟ هذا البعد اللي فوق الزاوية دي 30، يبقى الزاوية دي برضو 30 ديجري، والبعد ده عبارة عن 4 كوساين 30 اللي بتساوي 2. اثنين جذر ثلاثة اللي هي 2 كوساين 30 بيساوي 4 كوساين 30 اللي بتساوي 2 جذر ثلاثة، تمام. طيب والبعد الرأسي هذا بتساوي 2 ساين، سوري 4 ساين 30 اللي هي بتساوي 2. الخط الواصل ما بين الاي سي والبوينت جي انا محتاجه بيساوي كم ده يا شباب؟ هذا بيساوي 2 متر، هذا بيساوي 2. كيف بيساوي 2؟ عندي ده الرد بتاعي، وعندي هنا زاوية قايمة، وهنا كده وكده وكده، يبقى الشكل بتاع ده عبارة عن ايش؟ عن مستطيل. طب والمستطيل بيكون الوترين بتوعه متساويين، يعني ده 4 يبقى ده كمان 4 متساويين ومتقاطعين، فبالتالي النقطة دي اللي هي نقطة المنتصف، لأن البوينت جي بتكون في المنتصف، تبقى نص الطول، يبقى اللي تحت المسافة دي 2 والمسافة دي 2، أو أي طريقة تانية تقدر تستنتج بيها إن هي بتساوي 2، doesn't matter. يبقى since VA بتساوي 2 متر بير سكند وكانت downward، اللي هي بتساوي إيه؟ بتساوي الأوميجا مضروبة في الديستنس من البوينت A الى الاي سي، يبقى الاوميجا بتاعتي هتساوي الفي اي مقسومه على الديستنس من بوينت اي الى البوينت اي سي، يعني بتساوي 2 متر ديفايدد باي 2 سكوير روت اوف 3، تطلع كنس ده مع ده، تطلع قيمة الأوميجا بتساوي 1 على سكوير روت اوف 3 اللي هي بتساوي 0.577. طيب والاتجاه بتاعها هل يكون لتحت ولا لفوق؟ لو رجعت للرسمة اللي فوق عشان تفهم مين فيهم، علشان النقطة A تتحرك لتحت يبقى لازم الاوميجا تكون معاها بهذا الشكل، فبالتالي اوميجا والاي ان ذا سيم دايركشن، يبقى الاتجاه الصح بتاعها ده كده. هيفرق عندي في حاجه؟ مش هيفرق في شيء في الكالكوليشنز، لان انا باخد الابسولوت فاليو، ولكن كجزئيه احنا بنراجع عليها. فكده انا حسبت قيمه الاوميجا. طيب الاي عند الجي بتساوي كام؟ الرد اللي عندي عنده سنتر اوف ماس جي، والكتله بتاعته كلها بتساوي 5 كيلو جرام، والطول كامل بتساوي 4، والقانون اللي احنا حافظينه ان الاي عند الجي بتاعته بالنسبه للرد
واحد على 12 الماس في ال L سكوير، يعني بتساوي 1 over 12 في ال L اللي هي 5 في الماس اللي هي 5 في الطول اللي هي 4 سكوير. تطلع قيمة ال I عند ال G بتساوي 6.67. اليونتس بتاعته هيبقى عبارة عن كيلو جرام متر سكوير، تمام؟ دي كده عبارة عن الـ IG. كده أصبحت مؤهل إن أنا أحسب قيمة المومنتم، الأنجولر مومنتم، ولكن عند النقطة اللي اسمها G اللي هي بتساوي I عند الـ G مضروبة في الأوميجا، يبقى بتساوي 6.67 مضروبة في الأوميجا اللي هي 0.577. تطلع القيمة بتاعته 3.85 وفي نفس اتجاه الأوميجا ده، كده same direction as أوميجا، لان احنا قلنا عليها ان هي فيكتوريال في البدايه، فبالتالي الماس سكيلر مضروبه في اوميجا اللي هي فيكتور، فبالتالي يكون اتجاههم مع بعض فيكتور اللي هو الاتجاه كي. الجزء الثاني بيطلب مني ان انا احسب الاتش اللي هو الانجولار مومنتم عند البوينت اي سي اللي هي بتساوي الاي عند الاي سي مضروب في الاوميجا، واحنا اوريدي عرفنا الاوميجا تساوي 0.577 راديان بير سكند شور. طيب الاي اي سي بيساوي اي عند الجي مضاف عليه الماس في الديستانس دي سكوير، ديت اللي هي الاكسس او البارل اكسس ثيرم، والدي اللي هي بتساوي الار او الديستانس ما بين البوينت جي والبوينت اي سي اللي هي بتساوي كام عندي، بتساوي 2 متر. لو رجعنا للرسمه هلاقي المسافه ما بين الجي، مسافه ما بين البوينت جي والبوينت اي سي 2 متر. تعوض في المعادله نجد منها ان الاي عند الاي سي بتساوي الاي عند الجي احنا اوريدي حسبناه 6.67 بلس الماس اللي هي 5 في الدي اللي هي 2 to power 2. اجمع المجموعه دي مع بعض يطرح الاي عند الاي سي بتساوي 26.67. برضو اليونتس بتاعته هتبقى كيلو جرام متر سكوير، وبالتالي الاتش اللي هو المومنتم عند الاي سي هيساوي 26.67 مضروبه في 0.577. تطلع القيمه بتاعته بتساوي 15.4 واليونتس بتاعته بتكون متر سكوير بير سكند. نسيت اكتب انا فوق متر سكوير بير سكند لاني بضرب طيب كده حساب طريقه حساب اللي هي الاي او اللي هي المومنتم بتاعه. طب ايه الفايده بتاعته؟ الفايده ان انا بدخل على او بستفيد منه بحاجه اسمها principle of impulse and momentum. يجيب لي situation او مساله فيها forces or moments، تمام، فيها velocity v or omega وفيها time t. مسألة فيها position او situations دي، الامور دي
نتعامل معاها بالبرنسبل اوف امبلس اند مومنتم. وده معناه ان بيقول ان برنسبل اوف امبلس اند مومنتم is used to solve the problems where forces, velocity and time are involved. بيقول ايه ده بقى؟ عبارة عن ايه البرنسبل بتاعي؟ بيقول ان انا لو في عندي جسم بيتحرك ب ام وكان له سرعة اسمها في واحد، ما ده عبارة عن المومنتم at first initial position. At initial position. Okay. أثرنا على هذا الجسم بمجموعة forces لفترة زمنية محددة. فبالتالي الforces أثرت لفترة زمنية محددة اللي هي dt قيمة صغيرة. فتقوم تغير من حالة الجسم، يا إما السرعة تزود السرعة أو تقللها، بس بتزود السرعة أو تقللها عن طريق إن هي تزود المومنتم أو تقلله. فيبقى عبارة عن دندي mv2، والv2 هنا أو ده عبارة عن المومنتم at the final position. طيب انا عندي كم فورس؟ عندي عدد من الفورسز، عندي مومنت، عندي مومنتس كتير يعني. فحينئذ بقوم عامل انتجريشن عشان خاطر اعرف التايم بتاعي بدا من اي تايم وانتهى عند اي تايم، وباخد السمشن بتاع كل الفورسز. ده يديني اللي هي البرنسبل اوف لينير امبلس اند لينير مومنتم. ده بنسميه الجزء اللي في النص ده بنسميه الامبلس. linear impulse وده عبارة عن linear momentum. تمام يا شباب؟ طيب لو في حالة rotation او الحركة بتاعتي بيكون فيها general planar motion او rotation او whatever، فبالتالي بيكون القانون عندي بتاعي الام استبدلها بالاي والفي استبدله بالاوميجا والفورس بستبدلها بالمومنت ام ودي تي اخر انتجريشن من تايم واحد لتايم اتنين. سمشن الكلام ده كله يغير السرعة يوصلها إلى I في أوميجا 2، ويبقى ده عبارة عن angular momentum at position 1 وده angular momentum at position 2، او خلينا بلاش نقول position 1 position 2 at initial position. وده عبارة عن angular momentum at final position. واللي سبب ان الجسم دورانه زاد او دورانه قل ده بنسميه angular impulse. ماشي يا شباب؟ طيب اللي هنا اللي
الاي لو كتبت اي عند الجي يبقى اخد المومنتس عند الجي والاي الثانيه او الاي طرف الجي. لو كتبت او يبقى هنا او يبقى هنا او. ولو كتبت اي سي يبقى هنا اي سي يبقى هنا اي سي. بسيطه خالص، هي معادله واحده بس هتاخد المومنتس عند البوينت جي يبقى تاخد الاي عند نفس البوينت اللي هي جي. تاخد المومنتس عند السنتر اوف روتيشن او يبقى ناخد الاي عند السنتر اوف روتيشن او. اخد عند الاي سي يبقى اخد المومنت عند الاي سي. فبالتالي هي معادله واحده بس بتشوف احنا محتاجين مين فيهم. طيب لو الحركه عندي كانت في اكس واي، هنقل هنا الجزئيه دي، لو الحركه كانت اكس واي بكل بساطه بحلل او بنفك المومنتم بحيث اخد السرعه في جي اكس، يعني سرعه الجي بوينت باتجاه اكس، والفورسز او الامبالس اللي جاي في اتجاه اكس اللي هي الفورس اللي في اتجاه اكس، ولو بنتكلم على الدايركشن واي اخد الفورس اللي في اتجاه واي، والجنرال ايكويشنز اللي هي او الايكويشن العامه لو كان الموشن بتاعتي سواء كان جنرال بلانر موشن او روتيشن اباوت فيكسد اكسس وات ايفر، بناخد المعادله الاخيره. لو عندي اكتر من بارت سيستم اوف بارتكلز فبنعمل شنو؟ بيقول ان سمشن اوف سيستم لينير مومنتم في اتجاه اكس عند البوزيشن الاول مضاف عليها سمشن اوف لينير امبلس اللي بيغير من الواحد لاثنين يساوي السمشن اوف سيستم لينير مومنتم عند اثنين. نفس المعادله بس ضفنا قدام قبل كل واحده منهم عملت سم. سم معناها ان انا عندي اكتر من بارتكل وعندي اكتر من فورس. هنشوف ازاي نتعامل مع هذه المسائل الحين. تعالوا نشوف تطبيق مباشر على الموضوع ده وهو very simple. بيقول the 10 kilogram disk shown in figure 19.5a is acted upon by a constant couple moment of 6 newton meter and force of 50 newton meter which is applied to a cord wrapped around its periphery. Determine the angular velocity of the disk 2 seconds after starting from rest. Also, what are the forces component of the reaction at the bin? أعطيني هنا الماس للديسك ويعطيني الفورسز اللي بتأثر عليه 50 نيوتن على الكيبل ومومنت 6 نيوتن متر. ويعطيني التايم. طيب ايه اللي يعرفك المساله تتحل ورك وانرجي ولا مومنت امبلس ومومنتم او مومنتم وامبلس؟ لقيت في المساله كلمه تايم يعني الفرق ما بين البوزيشن الاول او الوضع الاول والوضع الثاني كان تايم، يبقى على طول تروح على امبلس اند مومنتم او برنسبل اوف امبلس اند مومنتم، هو ده اللي يحل لك المساله لان فيه التايم موجود. اما لو كانت ديستانس او ريفوليوشنز يبقى برنسبل اوف ورك اند انرجي اللي احنا اخدناه الشابتر اللي فات. طيب السؤال بس عايز مشاركه بقى عشان خاطر احس ان انتوا لسه موجودين معايا. احنا معانا النهارده 40 بس، شيل منهم 2 يبقى معايا 38 طالب. الباقي جه فين مش عارف. ان شاء الله بقوا كام؟ 37؟ باور ب 38 ثانيه. طيب الحركه اللي عندي اللي هي ترانزليشن ولا روتيشن ولا جنرال بلانر موشن؟ برافو عليكم، برافو عليكم، هي فعلا روتيشن اباوت فيكسد اكسس. ليه؟ لان الديسك ثابت عند البوينت، عند بوينت السنتر، عند السنتر وبيدور حواليه، فبالتالي ده روتيشن. كده انا لازم احدد الاول روتيشن اباوت فيكسد اكسس،
روتيشن اباوت فيكسد اكسس. طب معناها اي مومنتم هنشتغل عليه، لينير ولا انجولار؟ لا هشتغل على الانجولار، اللي هو بيقول ايه؟ بيقول ان الاتش عند السنتر اوف روتيشن بيساوي الاي عند السنتر اوف روتيشن في الاوميجا. السنتر اوف روتيشن عندي مسميه ايه؟ خلاص ما فيش عندك اي مشكله، تسميه ايه اهو. اوكي طيب، يبقى انا عشان خاطر اطلع القيمه بتاعتي، هو ده بيسالني عن مين؟ بيسالني عن الاوميجا، يعني هو بيسالني عن الاوميجا بعد تاثير الفورس، يبقى لازم ان انا اكون عارف الاي، بالاضافه لكده اعرف الامبالس. طب القانون اللي هستخدمه بيقول، اللي هو طالما ان انا هستخدم على روتيشن اباوت فيكسد اكسس، بتقول ان الاي عند البوينت A مضروبه في الاوميجا 1 بلس سميشن اوف الام في الدي تي بيساوي الاي عند الاي في الاوميجا 2. الاوميجا 1 بتساوي 0، فبالتالي الترم ده بيساوي 0. ليه؟ لانه بيقول started from rest، يعني اوميجا 1 بتساوي 0. قالها فين؟ اهو بيقول عايز يعرف السرعه after او 2 seconds after starting from rest. تمام ممتاز جدا. اوميجا 2 ده المطلوبه مني، مطلوب مني ان انا اعرف بقى اللي هو الترم ده الامبالس بيساوي كام. طيب الامبالس الجاي من عندي، ايه الفورسز اللي عندي؟ يبقى لازم طالما بنقول ايه الفورسز وايه المومنتس، يبقى لازم ارسم فري بودي دايجرام. فالفري بودي دايجرام للسيستم بتاع ان انا افصله اهو، طالما ذكرت عايز تعرف ايه الفورسز او ايه المومنتس اللي بتاثر على الجسم، لازم تعرف تعمل فري بودي دايجرام. ده عباره عن فيكسد، يبقى عن نقطه السنتر بتاعتي فيكسد، ولما تكون فيكسد ونخلعها يبقى عندي فورس في اتجاه الاكس وفورس في اتجاه الواي. ما عندك مشكله، وهو بيطلب مني احسب هذه الفورسز بتساوي كام، وعندي الماس او الويت، وعندي فورس جايه من الكيبل قيمتها بتساوي اف، بتساوي اف ايكوالز 50 نيوتن، وفوق ده في عندي مومنت قابل مومنت قيمته بتساوي 6 نيوتن متر، ودي البوينت A. لما اخد المومنت اباوت بوينت A، او سوري انا اخد المومنتم اباوت بوينت A الامبالس، نقول الاول او قبل ما ابدا فورس او فورسز اي اكس اي واي اند ام جي هاز نو مومنتس اباوت بوينت اي. الفورسز الثلاثه دول اللي هي الاي اكس والاي واي والام جي ما لهمش مومنت عند البوينت اي. البوينت اي اللي احنا هنحسب اللي احنا كاتبينها هنا اللي هي دي، واللي هي دي، وبالتالي therefore
they have no impulse. بل هم ما بيساهموش بأي شيء، لا بيزودوا السرعة ولا بيقللوها، هم موجودين وخلاص كرياكشن فورسز. هو طالبهم مني. الإمبالس عندي جاي منين بقى؟ بيساوي المومنت اللي هي 6 الام مضروب في التايم مضاف عليه المومنت اوف فورس، مومنت اوف فورس اف مضروب ايضا في التايم. انا هنا ما عنديش انتجريشن لان الام والاف كونستانت ما هماش فانكشن في التايم. امتى تعمل انتجريشن؟ لو اعطي لك الام فانكشن في التايم او اعطي لك الاف فانكشن في التايم. هنا الاثنين ارقام كونستانت فبالتالي مش ما عنديش انتجريشن. يبقى الامبلس بتاعتي او الامبلس اللي عندي بتساوي الام اللي هي 6 تايمز 2 بلس المومنت لهذه الفورس عند النقطة A، مومنت اوف فورس F about A مضروبة في التايم، هيساوي 50 دي قيمة الفورس في الراديوس بتاعي كان جيفن في السؤال بيساوي 0.25 اللي هو ذراع القوة، يبقى ده كده مع بعضه الام للفورس F اضربه في التايم اللي هو 2 يطلع لي التوتال امبلسيف بتاعي بيساوي سوري التوتال امبلسيف اللي عندي بتساوي 37. طبعا الاتجاه بتاعه مع اتجاه دوران اللي هي لو انا معلش قلت ده اكس وده واي فاوميجا بتاعتي بتكون بوزيتيف لو كانت في هذا الاتجاه وبالتالي المومنتم بيكون معاها في نفس الاتجاه بتاعها. طيب الاي عند البوينت A بتساوي اي عند الجي، الكلام ده ليه؟ A and G are the same point. الاثنين نفس النقطة يعني. وده بيساوي كام؟ بتساوي نص الماس في ال R سكوير، يعني بتساوي نص الماس. الماس حق هذا الديسك بتساوي 10 كيلو جرام في ال R سكوير اللي هي ربع. سكوير تطلع قيمة الاي بتساوي 0.32 واليونتس بتاعته كيلو جرام متر سكوير. then 0 بلس 37 بتساوي 0.32 مضروبة في أوميجا، ومن هنا تطلع قيمة الأوميجا بتساوي 37 على 0.32 يطلع الرقم اللي عندك بالراديان بير سكند، ودي اللي هي أوميجا 2 أوميجا 2. خلينا نسمي المعادلة دي كالعادة بنسميها A أو 1، ونكتبها هنا from 1 أو substitute in one يطلع لك الشغل اللي احنا عملناه اللي تحت كده. Very very simple case. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول the 100 kilogram spool يعني بكرة has radius of gyration kg بتساوي 0.35 متر. يبقى اعطيني الكي
عند أي نقطة؟ عند البوينت جي، بتساوي 0.35 متر، وأعطيني الماس بتساوي 100 كيلو جرام. يبقى لعند ممكن أقول له إن الآي عند الجي أكيد هنحتاجها، بتساوي الماس في الكي عند الجي سكوير، يبقى بتساوي 100 في 0.35 سكوير، بتساوي كام؟ خلينا نشوف كده، ممكن تكون محسوبة عندي. الاي عند 12 وربع على ذمة مين؟ على ذمة أكرم، 12 وربع. تمام؟ دي هنحسبها وخلاص. طيب، بيقول a cable is wrapped around the central hub of the spool and horizontal force having a variable magnitude of b بتساوي t plus 10. يبقى الفورس فانكشن في التايم على طول كده اقول عليها ايه؟ must do integration. خلاص، طالما ان انا ظهر عندي في المعادله تايم يبقى لازم اسوي انتجريشن، اي حاجه هستخدم فيها الفورس اسوي انتجريشن. طيب، when t is in second او where t is in second if the spool is initially at rest. at rest معناها ان اوميجا بتاعته بزيرو وان الفي بتاعته بزيرو as well. determine the angular its angular velocity in 5 second assuming that the spool roll without slipping at A. من المفروض في كل المسائل حتى اللي فاتت، بس يمكن فاتت عليا، ان انا احدد اللي هي كوردينيت سيستم بتاعي X والY، وطبعا عندي الروتيشن بتاعي هيكون في هذا الاتجاه، فاخد معاه برضو الدايركشن بتاع الروتيشن كده البوزيتيف بتاعي. دي اول ستيب، ان انا اعرف فين الاكس فين الواي فين اتجاه الاوميجا. الستيب الثانيه which type of motion of motion، يلا مشاركات، هل هو translation ولا rotation ولا general planar motion؟ برافو عليكم، وصلني كل اللي وصلوني صحيح، جنرال بلانر موشن. ليه؟ لان الديسك بيدور وفي نفس الوقت السنتر بتاعه بيتحرك من البوزيشن بتاعه البوزيشن تاني، فيجي هنا كده، بس علشان يوصل هنا عمل ايه؟ اتحرك الجي هوريزونتال وهو في نفس الوقت كمان لف دورات، فبالتالي دي جنرال بلانر موشن، جابتكم كلكم صحيح. طيب، قانون الجنرال بلانر موشن بيقول ان الاي، بس المره دي هناخدها عند مين؟ عند الاي سي، في الاوميجا واحد مضاف عليه السميشن اوف مومنتس عند الاي سي دي تي، بقارن من تايم واحد اللي هو عندي بتساوي زيرو لتايم اتنين اللي هو عندي بتساوي خمسه، بتساوي الاي عند الاي سي في الاوميجا واحد بتاعتي. فري بادي دايجرام، هذا الديسك اوكي، فين الفورسز اللي بتأثر عليه؟ في عندي منه، في عندي فورس صغيرة موجودة في الداخل كده، بكرر القلب بتاعه يعني، تمام، وهي عندي هنا فورس، قيمة هذه الفورس بتساوي فورس مسميها ايه هو؟
بسميها بي بتساوي 10 بلس تي بالنيوتن. طيب ايه الفورسز الثانيه الموجوده؟ في عندي السنتر اوف ماس اهو، في عندي الام جي، وعندي الان. طبعا ده الكونتاكت المفروض يكون في هذه المنطقه يعني. وعندي النورمال فورس، وهو بيدور في هذا الاتجاه. خلينا نعملها بخط خفيف كده، ده بيدور كده، يبقى هنا بيدور في الشكل ده، يبقى الفريكشنال فورس بتاعتي لليمين بهذا الشكل. دي اللي هي الاف اس فريكشنال فورس. هل في عندي فورسز ثانيه يا شباب موجوده غير لول او مومنت او اي شيء؟ ما عنديش الا الاكسترنال فورس والويت والفريكشنال فورس فقط. طيب السؤال، فين الاي سي بوينت؟ قلتها كتير قبل كده، لما يكون في عندي ديسك بيدور على الارض، نقطه الكونتاكت دي عباره عن نقطه الاي سي بتاعته، يعني النقطه دي هي دي عباره عن الاي سي. يبقى الفورس ام جي والفورس ان والفورس اف اس اللي هي الفريكشنال فورس هاز نو مومنتس اباوت بوينت اي سي. ليه؟ از ذي باس through it، بيمروا من خلالها، فبالتالي ما لهمش مومنت، يعني كده مش ما لهمش امبلس. طبعا الاي سي سواء في البوزيشن الاول او في البوزيشن الثاني هي نقطه الكونتاكت. يبقى انا ادور على القانون بتاعي اللي هو بيقول ايه؟ بيقول ان الام، ان الاي كتبته انا فوق، الاي عند الاي سي مضروب في الاوميجا 1 بلس السمشن للمومنتس من تي 1 بتساوي 0 لتي 2 بتساوي 5 للمومنتس اللي عندي. طيب المومنت اللي عندي قيمته بتساوي كام؟ بتساوي الفورس اللي هي 10 بلس تي، دي قيمه الفورس في خط عملها. المسافه ما بين هنا لعند هنا البعد ده let's wait. هنعمل الشاشة ترجع تاني. يلا يا بلاك بورد، رجع الشاشة للولاد تاني. اوه ماي جودنس، مطلعني خالص بره. Kick me out. Why? يا رجل ده احنا حتى. طيب حصل يا شباب ميس كونكشن والنت فصل.
طيب ريلود. بسم الله. طيب يا شباب خليكم يعني منتظرين معايا minutes كده لما connections ترجع تاني. صعب ان احنا نحول على منصة تانية دلوقتي. شنو؟ طيب تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يلا شاطر شاطر ايها ال تمام يا شباب رجعنا الحمد لله رب العالمين. فبقول ده عباره عن قيمه الفورس مضروبه في المسافه اللي بتفصل الفورس او المسافه ما بين الفورس خط عمل الفورس والبوينت سي اللي هي عباره عن نص قطر الدائره الكبيره زائد نص قطر الدائره الصغيره. هرجع للرسمه فوق هلاقي ان الدائره الكبيره نص قطرها 75 من 100 والدائره الصغيره نص قطرها 4 من 10. فبالتالي المجموع بتاعهم بتساوي 1.15 وعلشان خاطر زمان واحنا بنذاكر دي جت منين؟ جت اللي هي 0.75 اللي هي المسافة دي ده هنا 0.75 ودي 0.4 ده كده على بعضه اسمه شنو؟ ده المومنت. لكن عشان يبقى مومنتم لابد ان انا اضربه في اللي هي في الدي تي في التايم يعني. كل ده يساوي الاي عند الاي سي في اوميجا 2 ده بزيرو لانه اي اللي هو ستارتنج فروم ريست ونشوف بقى نستكمل الباقي اللي عندنا. الاي عند الجي حسبناه فوق طالع بيساوي 12 بوينت اي ثينك صح 12.25. يبقى الاي عند البوينت اللي هي اي سي هيساوي
الاي عند الجي مضاف عليه الماس في الدي سكوير. هذا الديسك ثاني اهو، وآده الاي سي بوينت اللي هي النقطة دي، وآده الجي بتاعه، والمسافة بينهم اللي هي عبارة عن نصف قطر الدائرة الكبيرة اللي هي 0.75، يعني بتساوي 12 25 بلس الماس اللي هو كان 100 في 0.75 سكوير. نعوض بالقيم دي تطلع الاي عند الاي سي بتساوي 68.5. طيب ممتاز. والمومنتم ده بكام؟ سوري الامبالس يا ربي انا اسف. السميشن اوف تي واحد بتساوي 5 او 0 لتي 2 بتساوي 5 ل 10 بلس تي تايمز 1.7 1.15 دي تي بتساوي، اطلع ال 1.15 بره الانتجريشن، والانتجريشن بتاعي يكون عباره 10 تي زائد تي سكوير على 2. وحدود التكامل بتاعتي من 0 ل 5 يعني بتساوي 1.115 مضروبة في 10 5 زائد 25 على 2، أو بلاش 25، خمسة سكوير على 2. كل ده يطلع لي قيمة الامبلس بيساوي مش عارف كام، 71.875. سبستيتيوت في المعادلة بتاعتي، بالقيم اللي احنا تحصلنا عليها يبقى then substitute in 1 يبقى عندي 0 plus 71.875. ما عنديش اي فورس تانية بتعمل مومنتم الا امبلس الا دي بس، هيساوي 68 اللي هي الايكون حاسبينها بكام يا شباب؟ 68.5 تايمز اوميجا 2، ومن هنا جيت اوميجا 2 بتساوي كذا راديان بير سكند. طيب بيسالنا على الرياكشنز اللي هي الموجوده دي، انا نسيت اتكلم عن الرياكشنز اللي فوق، سوري في السؤال اللي فوق انا فاكر ان عندي رياكشنز بس نسيتها، على كل ان هي الرياكشنز هنا، معلش السؤال اللي فات هرجع له. سميشن اوف فورسز في اتجاه اكس بتساوي 0، ومن هنا يطلع ان الاي اكس بتساوي 0، وسميشن اوف فورسز في اتجاه واي بتساوي 0، يطلع من هنا ان الـ AY هتساوي الـ MG. طيب دول بيساوي 0 لان انا ما عنديش اي موشن في الاتجاه، no motion in X or Y directions. كل اللي كان ده السؤال اللي فات مش السؤال ده، بس انا نسيت ان انا اعمل كانت الحركة كلها روتيشن اباوت فيكسد اكسس. تمام كده يا شباب؟ طيب نشوف السؤال اللي بعديه، فيري سيمبل مش هياخد مننا مينتس.
بيقول هنا عندي سلندر الاسطوانه اللي تحت دي shown in the figure has mass of 6 كيلوغرام، يبقى الام من السي بتساوي 6 كيلوغرام. It is attached to a cord which is wrapped around the periphery of 20 كيلوغرام disk. الام للديسك بتساوي 20 كيلوغرام. That has moment of inertia IA. الديسك IA بتساوي 0.4 كيلوغرام متر سكوير. ده فور مين؟ فور ديسك. اعطوني جايز يعني. بيقول if the cylinder is initially moving downward with a speed of 2 meter per second. يعني ال V للسلندر واحد بتساوي 2 متر بير سكند داونورد في الاتجاه ده. Determine its speed. عايز يعرف بقى اللي هي ال V لل C 2 بتساوي كام؟ In 3 seconds بعد 3 ثواني. طيب وبقول neglect the mass of the cord in the calculation. انا عندي هنا كام سيستم؟ هل سيستم واحد او ماس واحده ولا اتنين؟ لا، عندي سلندر وعندي ديسك، يعني اتنين ماسز، فبالتالي يعتبر سيستم composed of more than one part. فبالتالي ممكن ان انا احل المساله باستخدام السمشن للمومنتس، المومنتم سمشن للمومنتم بلس سمشن الامبلس بتساوي سمشن المومنتم في الحاله الثانيه. و عندي طريقة أسهل إن إحنا نحلها على نقطعها أجزاء، يعني ناخد السلندر لحالها وناخد ده لحاله ونطلع معادلتين نحلهم مع بعض، هتكون أقرب يمكن للفهم مننا. هقول كده لو أنا أخدت محور إكس لليمين والواي بوزيتيف لفوق وكانت الأوميجا بهذا الشكل البوزيتيف بتاعها كده. عملته طبعًا بهذا الاتجاه لأن ده لو دار مع الفورس هيدور، أوميجا هتكون بهذا الشكل. فاخدتها افترضت ان هي الاوميجا بوزيتيف معايا كلوك وايز. هقول كده هبدا هقول فور مثلا سلندر او ذا سلندر، تعالوا نعمل فري بودي دايجرام للسلندر بس. هذا السلندر اهيت، الفورسز اللي بتأثر عليها في عندي ام جي لتحت، في عندي تنشن لفوق بس دل عليها، وعندي السرعه بتاعتها اللي هي الفي سي 1 بتساوي 2 متر بير سكند. يبقى ام سي في الفي سي 1 مضاف عليها اللي بيسبب بيعمل فيها مومنتم عشان يحركها اللي هي submission of الفورسز اللي عندي التي والام جي نوت فانكشن اوف تايم، فهنختصر ولا اقول لك مفيش مشكله، اللي هي الفورسز في الدي تي بتساوي ام سي في الفي سي 2. الام للسي كانت بتساوي 6 كيلوغرام في السرعه بتاعته 2 متر بير سكند زائد الفورس اللي بتاثر عليه التي مضروبه في 3 اللي هو في التايم والام جي في 3، ده بيعمل امبلس وده بيعمل امبلس، بس في فرق شنو؟ ان الام جي نيجاتيف، فبالتالي بناخدها نيجاتيف ام جي، والفيلوسيتي اللي هي 2 دي نيجاتيف،
نيجاتيف 2. الكلام ده ليه؟ VC1 is in negative y direction. مظبوط يا شباب؟ وده هنا اخدنا النيجاتيف ليه؟ ال MG downward is in negative y direction. طيب دول بيسببوا ايه عندي؟ بيسببوا ان ال 6 اللي هي الماس في السرعه اللي هي في سي 2. لو صفيت المعادله دي هطلع في الاخير بايكويشن بتقول ان ثري تي مطروح منها 189 هتساوي نيجاتيف 6 في بي 6 في سي 2. دي المعادلة رقم واحد. أعيد نفس الكلام مع السلندر اللي فوق أو مع الديسك وأطلع معادلة هتكون أيضا فانكشن في التايم، سوري، في التي في التنشن وفي الفي سي 2، مع مراعاة ان ال في سي بصفة عامة عبارة عن اوميجا في الار. هو بيسألني على الاوميجا وانا ممكن من المعادلات اطلع ال في سي، فهنا هقول الار ده اللي هو كان الراديوس بتساوي 0.2. دي استكملها ان شاء الله المحاضرة اللي جاية مع حل مسألة او اتنين من مسائل الشيت بإذن الله، عشان ما اطولش عليكم، وبتنتهي هنا المحاضره ونشوفكم على خير باذن الله تعالى يوم الاحد القادم باذن الله. عندنا يوم الاحد الساعه 8 مساء هيكون عندنا كويز عن شابتر 16 اللي هي المحاضره رقم هقول لكم عليها معايا ثواني. كويس، هيغطي ثواني معاكم شباب بس اشوف التايتل اللي انا هختبركم فيه. يوم الاحد الساعة الميعاد اللي يناسبكم، لو يناسبكم في ميعاد المحاضرة ماشي، ما كانش نخليه في المساء كالعادة يعني. 16.7 insert، يبقى كويز نمبر 4. كويز 4 انا مش بشوف رسائل ساندي اللي هو هيوافق، هيكون موافق كام الساندي هذا؟ ساندي هيكون موافق 4 ابريل 4/4/2021، والساعة زي ما تحبوا من 8 8 PM لو عايزين، ما كانش نغيره. covers اللي هو التايتل 16.7، اسم الموضوع relative motion analysis acceleration، relative
موشن اناليسز في الكتاب، العنوان ده موجود في الكتاب اكسلريشن. اللي هو موجود عندنا محاضرة رقم 3 اكسلريشن، عندي مكتوب محاضرة رقم 13، ما اعرفش الترقيم عندكم بيكون ذا سيم ولا لا، اللي هي ليكشر نمبر 13، جزئية واحدة بس، والويت بتاعه 8%. يا شباب في تاني عارفين التاريخ والديت والماتيريال والويت، التايم بتاعه يعني حسب السؤال يعني 30 minutes or less. طيب ده ان شاء الله تعالى يكون معانا اخر كويز. طيب الشباب هنا بيقولوا المساء وقت المحاضرة، في ناس بيقولوا المساء وفي ناس بيقولوا وقت المحاضرة، انا مش عايز اختلاف، يعني وقت المحاضرة تعودنا على المساء، حطينا وقت يكفي في الكويز، واللي عنده كويزات يوم الاثنين ما يدرسهم ما يدرسهم، ما فيش مشكلة سامح فيهم، خليه في المحاضرة، وقت المحاضرة أفضل، خلاص يبقى يكون في وقت المحاضرة، طالما الموضوع فيه كويزات وما يدرسهم والكلام ده يبقى وقت المحاضرة أفضل. تمام. وناصر زعلان كتير، 8 درجات، الدروس صعبة، اعطيني هوم وورك من 3 والكويز من 5. ما فيش 3 و5، هي 8 علشان خاطر نقلل عدد الكويزات. انا كان الخطة عندي ان يكون في 3 كويزز كل واحد عليه 5 درجات، ولكن موضوع تقديم الاختبارات خربط المسائل عندنا كلنا، فبالتالي محتاجين ان احنا نعدل يعني. على كل حال ان شاء الله الكويز هيكون يوم الاحد القادم في وقت المحاضره، هيغطي محاضره رقم 13 بتتكلم عن relative acceleration rigid body motion ان شاء الله تعالى. كم مشكله؟ الله اعلم. دخلت المحاضره 10 و50 دقيقه هيبقى خلاص، يبقى اوف يعني، تتاخد غياب. درجات الكويز السابق لما يتصحح الاول بس ننزلها ان شاء الله. يلا انتهت المحاضرة ونشوفكم جميعا على خير يوم الأحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.